مثل ما بدينا ليه بالفن والأمور المميزة، كمان رح نختم بفن كتير يمكن طريف وجديد، خلينا نقول لما بندمج الحلاقة الرجالية مثل ما منقول بأشكال من الفن. رح نعرف عن هذا الموضوع بالتفصيل مع القصات العصرية طبعا والقصات المختلفة مع ضيفنا محمود عادل نصر. صباح الخير محمود. صباحي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. صباح الخير. صباح. بالبداية خلينا نحكي كيف يعني رسم بالشعر بالحلاقة، شو هي المهنة الدارجة هلأ عند كتير من الشباب عم يحبوها؟ يعني خلينا نحكي كيف بلشت، كيف تطورت الفكرة وكيف طورت حالك أيضا. هلأ بالبداية هي كانت الواحد بيأسس حاله من البداية، بتكون هي مصلحة عادي بلشنا فيها كمثل أي مهنة عادية. بعد منا بلشت أشتغل عليها وحاول تطورها ونميها بقدرات بسيطة، والحمد لله رب العالمين لاقت نجاح وكثير كانت يعني وصلنا لمرحلة كثير منيحة ضمن المجال هيدا. محمود، بنعرف كثير أشخاص يمكن لما بدهم يغيروا الحلاق بيحسبوا 100 حساب، بدهم يغيروا القصة كمان بيحسبوا 100 حساب، قديش شفت اليوم بعض الأشخاص الجريئين اللي حبوا إنه يجربوا هي القصات مع الرسم مع موديلات تعتبر يمكن جريئة اليوم، وشو هي الأعمار الأكثر يلي حبت هي الطريقة؟ هلا بالحال العادية هي بتكون 15 ولتحت، يعني هي أكثر شيء محبب للأطفال. الطفل بيحب إنه يرسم على راسه، بيحب شكل كرتوني، بيحب نجمة، بيحب أي شيء محبب له. نحن حاولنا إنه نعمل يعني نقلة نوعية بالمجال هذا، يعني حاولنا إنه نخلي الطفل يحب القاعدة على كرسي الحلاق ويروح الخوف من عنده. بنوعده إنه نرسم لك شيء محبب إليك أنت، وهالشيء هذا هو بيخليه يكون مبسوط، بتورجيه رسمات ممكن هو ينقي بيناتها. ايه. او بجوز يكون عنده اي شيء كرتوني محبب له، هو بيحب انه يشوفه على طول على التلفزيون، بقى اذا كان وعدته اني انا ارسم له اياه على راسه بقى هون ما عاد بقى يصير في عنده دافع انه بقى يقعد على كرسي الحلاق وما يخاف منه. لا. تمام. كمان هلا جايين على المونديال، ويمكن هي الفكره او الرسم على الشعراء او على الراس هي اكثر شيء درجت بالمونديال. خلينا نحكي اليوم اللي بيحبوا كاس العالم، اللي بيحبوا فرق محدده، كمان راح يكون لهم ستايلات جديده. ايه اكيد راح يكون لهم ستايلات جديده. هلا عم حاول اني انا مدخل الوان ضمن الشعر، يعني وقت عم نرسم ورده عم نحاول ندخل الوان الورق الاخضر. الورد تكون لون موف او احمر، يمكن معنا صور كمان نشوف. وعم هلا على موضوع كاس العالم عم نحاول بدنا نرسم اعلام ضمن الفرق، الاشخاص اللي بيحبوا فرقهم ونرسم. محمود، قد ايه ممكن تاخذ منك وقت القصه بهي الطريقه؟ والله هون حسب بقى الرسم، يعني بقى حسب تعقيدها او حسب، بس ما في رسم يعني يعني ربع ساعه بس. ربع ساعه يعني هي شغل، متى واحد اخذ ايده علي خلص اشتغلت صار بكل اريحيه. قد ايه بدها دقه كثير كبيره اليوم لما بدنا نرسم على الشعر؟ لانه يمكن اي غلط ممكن ينزع الرسمه كلها هون. تماما. هلا هون صار في عندنا صعوبه نحن بالرسم، اذا انت بتلاحظي هلا الصور نحن ما عم نرسم بالشفره، الشفره يعني محل عم نشيل بالشفره، ما عم نعملها رسمه، نحن عم نترك الرسمه هي الشعر. يعني بتصير الشغل هسه اصعب واصعب، يعني الرسمه عم تضل شعر. عكس المعروف، يعني المعروف انه هن بيشيلوا الشعر لتبين الرسمه. بتبين الرسمه، نحن بنشيل كل شيء وبنترك الرسمه هي الشعر. يعني العكس، الصعوبه صارت اكثر اصعب. تمام. يعني عم نتابع بعض من اعمالك محمود على راس الشباب الكبار والصغار كمان، ولكن هلا في عالم بيحبوا يعملوا ديزاينات على شعرهم ولكن بخافوا انه يطول لحتى يرجع يطلع الشعر، بجوز احيانا ما يحبوها للرسمه، بجوز يشتغلها مؤقتا فرجيها لحدا ويرجع يشيل. كمان بجوز في هيك حالات. وفي عالم تتركها تمشي فيها، بس مثل ما قلت لك يعني هي محببه لحد معين من العمر، يعني لحد ال 15 لتحت، يعني شاب كبير ما بظن انه يعني اقباله قليل، يعني عرفتي كيف، غير اذا كان خط او رسم صغيره او حركه خفيفه بس. من بينما اول شخص يمكن اذا بدنا نقول عن اول شخص جربت هي الطريقه عليه مين كان هو؟ واليوم قد في تفاعل؟ هلا هي كان اول مره طفل صغير قال لي انه ارسم لي على شعري اول مره. انا هو ما كنت طلب؟ ايه انا ما كان يعني داخل ببالي الموضوع هيدا، انا عم حاول اني اطور المهنه بس
الطريقه بدي اياها تكون جديده على كل شيء، يعني ما لقيت اي شيء، يعني عم ادرس للقصه. اجى الشاب قال لي، صبي صغير هو، قال لي ادرس ارسم لي نجمه على راسي. رسمت له اياها، حسيت حالي نجحت فيها. من وراها، من ورا هي النجمه، بلشت بقى ان انا قادر اني ارسم اكثر واكثر، لو وصلت لمرحله اني صرت ارسم وجوه. يعني صارت هلا اي رسمه بتجيبي لي اياها على الموبايل او على الحقيقه برسمها بدون اي صعوبه. محمود، في اشخاص عم تحب تتعلم منك طريقه الرسم؟ انا عندي مركز تدريب حرفي محافظة طرطوس، فتحت دورات خاصه بهالمجال هيدا. طبعا المركز هو شامل، حلاقه رجاليه ونسائيه. ضمن دورات حلاقه رجاليه اتبعنا دوره الرسم على الشعر الاولى بمحافظه طرطوس، وفتحنا مجالات اوسع فيها مثل ما قلت لك بالالوان وبالرسم بدقه اكثر. طبعا ضمن الامكانيات المحدوده، يعني هلا نحن اذا بنحاول نحن بنشوف باي اماكن ثانيه، في مكانات، في اعداد متطوره بشكل، بينما عندنا هون يعني في شيء محدود، يعني مو مثل دول برا، بس عم ننجح بس اكثر منهم بالشغلات البسيطه الموجوده عندنا. عم تحاول تشوف يمكن فيديوهات يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب او غيرها، يلي كمان في كثير ناس عندهم هوس بهذا الموضوع وعندهم ابتكارات كثير حلوه، والبعض الثاني منها ممكن يكون طريف ويحبوها الشباب، عم تحاول تتعلم من هي المواقع؟ هلا اتعلم بالبدايه مثل ما قلت لك، اللي رسمت النجمه حاولت اني اشوف شوي، فيها صعوبه ما بنكر، فيها صعوبه، فيها دقه، بس وقت الواحد بيكون عنده اصرار انه بده يشتغل اي شيء بينجح فيه. حاولت اني اشوف اني اعمل مثلهم، الحمد لله نجحت وقدرت اني اعمل اكثر منهم. نعم، يعني محمود اليوم ضوينا على هالمهنه الظريفه، بدنا نشكرك كثير. تسلمي، كلك ذوق. يا رب ان شاء الله بنشوفك مطرح ما بتحب. ميرسي، تسلمي، كلك ذوق. شكرا لك ونهارك حلو. تسلمي، كلك ذوق.